كل الشعوب في الكون تعيش فترات فيها برشا تحديات وبرشا أمل وبرشا فرحة وبرشا أحلام. هالمناسبات تكون يا إما تحرير تاع بلاد استقلال معناها ولا توحيدها ولا تأسيس نظام جديد، ثورات من ملوكية الجمهورية ولا غيره. والأمثلة عديدة في العالم الكل، في أمريكا توحيد إيطاليا، في توحيد تحرير أوروبا، الثورة المصرية، استقلال الجزائر. في تونس من غير شك كما البلدان الكل عشنا من خيرة هالفترات هذه. عشنا فترات تولدت فيها وديان متاع أمل وأنهار متاع فرحة وبرشة برشة أحلام جماعية. أهمها في تاريخنا الحديث فترة الاستقلال 56، والناس حلمت بدولة وطنية وبلاد مستقلة وترجع لمليها وتكبر فيها أولادها. وتاريخ 14 جانفي 2011 اللي عشناه، اللي طول كلنا عايشين في تونس، زوز تواريخ هذوما كانوا فترات فيهم برشة فرحة وبرشة أمل. لكن ثم فترة في تاريخنا الحديث في أواسط القرن 19 اللي ما تحكيش عليها برشا، وإلا الشباب متاع توا ما يعرفوهاش برشا، رغم أنها كانت فترة مليئة بالأحداث الكبيرة اللي أعطت سعادة وأعطت أمل للتوانسة في الفترة هذيك. الفترة هذه دامت بين 5 و6 سنين، بدأت من 1857 وفات قبل ما تندلع ثورة علي بن غذاهم عام 1864. الفترة ذي سموها المؤرخين بفترة الصباح الجديد. شنية الفترة هذه؟ بعد رحيل، بعد ما توفى أحمد بي اللي هو كان بي مالي بلاستو في تونس، تحولت المجموعة اللي كانت دايرة بيه في الديوان متاعه، خرجت شوية بعد شوية على السلطة ولات مجموعة موحدة ومنظامنة. المجموعة هذه ولات تتسمى فيما بعد بالإصلاحيين، اللي كان قائدها ودماغها المفكر هو خير الدين باش خير الدين التونسي. تمكنت هالمجموعة من فرض ولا من القيام عديد الإصلاحات في فترة قصيرة متاع 3 سنين ولا 4 سنين. أول إصلاح قامت به المجموعة هو قانون عهد الأمان. توانسة يسمعوا به شنو هو قانون عهد الأمان. هو إعلان حقوق الإنسان، إعلان حقوق الإنسان في تونس عام 1857، حقوق تلتزم بموجبها الدولة التونسية باحترام الأمن الجسدي، رانا عام 1857، احترام الأمن الجسدي والمالي للمواطنين والمساواة للجميع قدام القانون، توانسة وأجانب مسلمين وذميين كما كانوا يتسموا قبل، معناها اللي ما هماش مسلمين إنصارى ويهود. وعليه العهد الأمان أنهى عصر الممنوعات على التوانسة اليهود اللي كانوا ممنوعين حتى من لبسان الشاشية الحمراء، كانوا يلبسوا الشاشية كحلة. قانون عهد الأمان خرجهم وعطاهم مساواة وخرجوا يعيشوا، خرجوا من الجيتو اللي اسمها الحارة، احنا نقولوا الحارة ولكن اوني با كونسيون اللي هي في الأصل كانت ان جيتو متاع اليهود، وخرجوا يخدموا على رواحهم، وفيهم اللي ولا يعني غني برشا، وفيهم اللي دخل للسلطة ولاوا توانسة عايشين عيشة عادية. تعملت أول بلدية في تونس عام 1858 بفضل هالنخبة هذه، تعملت ولوسكو أول عملة اللي هي بمثابة الاستقلال المالي التونسي قبل متاع عام 58. تعملت أول مطبعة وأول جريدة مكنت هالنخبة هذه بنشر أفكارها ونشر الكتب اللي كانت تخرج على حلقات. ولكن أهم حاجة اللي عملتها هي خرجت قانون اسمه قانون الدولة، اللي هو صدور مجلة الجنايات، رانا مازلنا عام 1857 وفي تونس. وعملت دستور 29 جانفي 61 اللي هو بلا شك أول دستور في العالم العربي والإسلامي. الدستور هذا كان بمثابة زلزال سياسي في أواسط القرن 19. علاش؟ لأنه منذ سقوط دستور كارتاج منذ آلاف السنين، منذ سقوط دستور كارتاج، الدستور هذا نتاع 61 حول ولو نظريا التوانسة من رعايا إلى مواطنين، وضع حد للاستبداد السياسي، وكان بمثابة الصباح الجديد اللي أشرق على تونس، وذلك تجسيما لرؤية صاغتها النخبة الحدثية المتنورة اللي قرأت في المدرسة الحربية نتاع باردو. الدستور هذا ساوى بين العباد حسب ما ورد في عهد الأمان قبله بثلاث سنين، وحد من سلطة البي باش تتشكل ثلاثة سلطات
منها المجلس الكبير اللي هو لومبريون تاع البرلمان، وأرسى التقاضي حسب قانون الدولة ما عادش حسب القانون العرفي. المجموعة ذي كما قلت أبرزهم خير الدين التونسي، وأكرر التونسي مرة أخرى لأنه تونسي قلبا وعقلا ووجدانا ومحبة. تنقسم أصول هالمجموعة إلى اثنين، مماليك لكنهم أصبحوا توانسة بالقلب والمحبة، ومجموعة توانسة البو عجد، فيهم الليبرالي كيف ما خير الدين والجنرال حسين والجنرال رستم، اللي هذوما زوز والثلاثة ذريتهم قعدوا في تونس ولو أنهم ماتوا البر. وفيهم توانسة زواتنا كيما شيخ بوحاجب سالم بوحاجب، ومحمد بيرم الخامس، ومحمد السنوسي، وأحمد بن أبي الضياف، وقبادو. الكلهم كانوا توانسة مؤمنين كونوا البلاد هذه ما تنجم تقوم كان بالتنمير، والتنمير ما نجم يجي كان بالقراية. هذاك علاش تونس المصعد الاجتماعي في البلاد ما خدمته كان المدرسة العمومية. وهذوما كانوا يؤمنوا بأنه كل شيء يبدأ كيف يوفى الحكم المطلق والحكم الإطلاق كما كانوا هم يسميوه، وإرساء حكم يفتح الباب أمام النهضة، النهضة الحقيقية الاقتصادية والمعرفية والعلمية والفنية. المجموعة هذه أسست المدرسة الفكرية التونسية اللي هي مدرسة الإصلاح، اللي قعدت التو موجودة وتتجدد وتواجه ديما في نفس الخصوم اللي هم بيدهم يتجدوا إلى اليوم. هذه حكاية تونسية اليوم من عند رفيق بجرامي.